يا شام عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما راح يتغير عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما راح ينحني تعالى راياتي الله الله ينسى حالي الله الله شامنا يا حكاية حب ويا سنين شامنا بحناية رب العالمين سلامته المختار ما في منه لتعدلي بس يعني ريحه عرضك وشرفها صاحب بكل الحاره مو شامين شو عم تحكي لك حميد شو عم تحكي انت مثل ما عم اقول لك ما في على لسان الناس غير سيرتك انت واختها فوتت اختك على حبل كانت ما حلم بحق شرفك بالمره نو لك اللي بده يجيب سيره عرضي حقص لسانه ومو بس راح اقص لسانه حقص راسه كمان وانا عدلي ابن العدلي الراوي مشي لحالك عدلي مشي كل الناس حكت على شرفك وعرضك لك مين اللي حكى اللي بس مين اللي حكى العتيبة يا انتو مين جمع علينا عبيدك يا رب اي واحد منهم سيار هو سيدو هو ايوه ايه شو علي يا صياح الواطي ايام بينك سلام يرمي الفتن اهلين عدلي لا تاكلي هم شهيرة هلا رأي عند منا ورح اعرف اللي صار سلم عليها اخي ان شاء الله وصل وإلا انه شهيرة عم تدعي لك ليل ونهار لحتى تطلع من هالمصيبة
ان شاء الله ان شاء الله. وانا كمان ابن عمي سلم لي عليها كثير 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 السلام، والا انه فوزيه مو هاين عليها بنوب بنوب تضل بالحبس اكثر من هيك. والا كمان ابن عمي انه انا عم بدعي لها مثل شهيره خانم واكثر. شو مطيعه بدك توصلي لكام لشي؟ يا ريت بقدر اروح معك شوفها، بس يلا الله كريم تطلع من الحبس ونشوفها هون بالبيت. الله كريم الله كريم. حضرتي ابعتي لها سلام مع تاج راسي. سلم عليها كثير يا تاج راسي، وقل لها هيك الله يدفع البلاء عنك ويفرج عنك. امين امين. يلا سلام عليكم. وعليكم الله السلام. الله معك تقبرني. الله معك. الله يفرج همك يا كاملة يا رب. شو القصة مرزوق؟ كالعادة، كمان اليوم ما فتح أبو محمود. يعني هلا ما نطرق مشوار على الحارة الثانية لنجيب الخبزات؟ لكو عم نضيع نهارنا، عم نضيع نهارنا يا ماجي. شو بدنا نساوي؟ بدنا نضل نجيب الخبزات من الحارة الثانية لبين ما يحن علينا أبو محمود ويفتح الفرن. معناتها تعال نلحق قبل ما يصير عجقة. قول يا رب، بس وينا؟ المختار لازم يلاقي لنا حل لهالقصة بقى. إيه، شو عم يقولوا نسوان الحارة؟ والله يا خانم عم بيقولوا أشكال ألوان. مثل شو يعني؟ شي عم بيقول انه الحق على الهام بقصتها مع خطيبة، وشي عم بيقول انه الحق على عدلية ليش لا تفضح سرها لالهام وتحكي للمرحومة زهرية، وشي عم بيقول ولا شي ولا شي ما رح احكي. كملي ام سعيد، ليه سكتي؟ كملي. مع خانم ما بدي احكي. ام سعيد لعيتي لنا قلبنا. ها خلص قولي شو عم بيقولوا. انا ما دخلني، هنن اللي عم بيقولوا. ها عم بيقولوا انه اخي ابو عامر هو السبب، وانه هو اللي فضح حريم الحاره. اتنقال قوالهم ان شاء الله وينخفى حسهم. ابن عمي ما بيفضح حريم الحاره. كل اللي عمله انه راح لعند رئيس الكركون وقال له مين هنن الحريم اللي فاتوا على اوضه كامله، لانه اكيد اكيد وحده منهم هي اللي حطت السم تحت المخده مشان تتهم كامله بقتل زهريه. مزبوط كلامك يا خانو، بس هن ما عم يحسبوها مثل ما عم بتقولي. اي يحسبوها مثل ما بدهم، يقصف عمرهم ان شاء الله. الناس الها ثانية فوزية، وكل وحدة بتخاف على بناتها، الشغلة مو سهلة. كلامك جواهر يا خانم، كل واحد بيخاف على اللي إله. الله يستر على أعراض الناس كله. خانم أنا اليوم قاصدتك وبتمنى ما ترديني خايبة. لك تكرم عينك يا أم سعيد، إن شاء الله ما بردك خايبة. اليوم عرس بنتي على غريب، صحيح إحنا ما لنا عاملين عرس لأنه في موتة بالحارة وهيك أخي أبو عامر طلب منا، بس بتمنى تشرفينا يا خانم. إن شاء الله، ألف مبروك يا أم سعيد. والله فرحت لها لرشيدة وكأنها بنتي. لك الله يجبر بخاطرك، يعني رح تشرفينا؟ أنا بتشرف فيك يا أم سعيد، ورشيدة بتستاهل كل خير، ولو كانت الحالة أحسن لكنت عملت لها عرس مطنطن. الله يجبر بخاطرك يا ست الكل أنتي. شو أم سعيد؟ أنا ماني معزومة؟ يوه 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 على هالحكي. إيه والله بتشرفي يا خانم، يا ميت أهلين وسهلين. إيه ها فكرت. خلص رح اجي مع شهيره خانم على العرس. اي والله والله البيت بنور بوجودكم. البيت منور باصحابه. ما قلتي لي لمين قلتي يجي على العرس؟ قلت لحضرتكم ولكم مره من نسوان الحاره. تفضلي خالتي مصافي. ان شاء الله بيعيشوا دياتك يا ابني. صحتين وهنا. على قلبك. بتعرف منيح اللي رجعت على الحاره تبيع لنا حليب. ليش خالتي؟ لانه من يوم ما طلعت من الحاره ما فات الحليب لبيتنا. الله يصلحه عمي ابو صافي. يقول لي كنت جبت لك الحليبات بشواربي. يا ابني انا مو فرحتي بالحليب، فرحتي اني اطمن عليك كل يوم وشوفك بخير. الله يجبر بخاطرك يا خالتي مصافي. عليم الله انت بمقام الوالده الله يرحمها. تسلم يا ابني. بدي اسالك شو صار معك؟ بشو؟ مشان جوازتك، لانه انا جاي على بالي اخطب لك وجوزك هيك على كيفي. صدقيني ما راح اتجوز غير على ذوقك، بس مو هلا. شو بيمنعك يعني؟ هلا مو وقتها. ليش لك ابني؟ هاي صار عندك بيت بالحارة وعين الله عليك، شغلك ماشي. الجواز سترة ابني، بعدين بيطمن عليك قبل ما اموت. بعيد الشر عن قلبك خالتي. شو صاير معك؟ صراحة يعني في كم قصة كبيرة شاغلين لي بالي، وما رح ارتاح لحتى اخلص منه. ووقتها رح دق بابك انا بايدي وقول لك تخطبي لي بنت الحلال. روح الله يهدي سرك يا رب، ويبعد عنك كل اذية. بدك شي يا مو؟ شو قلت؟ يامو؟
عم اقول لك يا امي عليم الله لاني بحس انك انت مثل امي. وانت كمان الله يشهد ما بحسك غير مثل ابني. صحيح انا طول حياتي محروم من هالكلمه يا خالتي، بس حنيتك علي وخوفك علي خلاني احسك كانك امي. يعني انا بس اسمع صوتك برتاح، شو ما كان صاير معي برتاح. بقى لا تواخذيني اذا خربطت. يا ريت دايما الدوم تغلط وتقلي يامو، يا ريت. خاطرك يامو. الله معك، ربي يحميك يا رب. إله بيبعد عنك اولاد الحرام. والله إنك هو، والله قلبي عم يقول لي أنت مثل خنطق منطق. يا رب يا رب ترجع لي صافي، يا رب تحن علي وتخليني أشوفها ببيتي يا رب. شو شايف لك كريمة متعلقة كتير بهاشم؟ إيه والله ابن عمي بتعامله كأنه أخوه الصغير. الله يستر عليها. مع اني يا ام هاشم انا ما عم اخذ راحتي بالبيت. معك حق ابن عمي، بس كريمه الا فضل علي ما بنسى لها اياه كل عمري. الله يعلم شو كان صار فينا انا وابنك هاشم لولاها. وانا هذا اللي مسكتني، لانها بنت اصول. يلا بكره باذن الله بس ترجع مرت اخوك صفيه على بيتها بتروح بتسكن معها، وهيك بينسوا بعضهم البعض. قلتك احسن مرت اخي ما تقعد لحالها. وايمتى هالشي بده يصير؟ عن قريب ان شاء الله. يعني رضيوا كبارية الحارة يروح يقاتلوا قطاع الطرق ويجيبوا صفية من عندهم؟ معلوم رضيوا، مستعدين يفدوها بروحهم كمان. شنو صفية عرضهم وشرفهم مثل ما هي عرضي وشرفي، رغم كل الخلافات اللي صايرة بالحارة. الحمد لله يا رب. ابن عمي مشان هيك بدي اطلب منك طلب. خير مهاشم، شو هو؟ بدي استأذنك لأنه بدي روح لعند بيت أم سليم وأم محمود. شو بدك تساوي عندهم؟ بدي يكون محد الخير وطيب قلوب النسوان، بركدهم كمان للرجال تصفى قلوبهم على بعضهم البعض. ايش وعلي يا ام هاشم؟ الله يقدرنا على فعل الخير. روحي. وانا كمان بدي روح زور ابو سليم وابو محمود وابو عزه، طيب خاطرهم كمان. ايه والله ابن عمي، بتعمل زينة العقل، لانه بهالوقت هاد لازم يكون في محبة بين الناس. مظبوط. لازم نحط على الجرح ملح، وما نخلي شيء يفرق أهل الحارة عن بعضهم البعض. لك وينك؟ وينك لهلأ؟ الفرن اللي بالحارة الثانية يا معلمي صار عليه عجقة كتير، قمت رحت على الفرن اللي بالسوق عشان أمن لك الخبزات. نص نهار لحتى تجيب الخبزات؟ والله هذا اللي صار يا معلمي. روح وديهم على البيت الخبزات وارجع لعندي بسرعة. بأمرك. بسرعة، ها، لأنه الزباين هربت، ملت من القهوة وهربت. يلا مشوار الطريق معلمي. يلا حروق. يا ميت أهلين وسهلين بأم هاشم خانة. بالمأهل تقبريني. طمنيني كيف صرتي؟ شو بدي طمنك؟ آه يا أم هاشم، آه يا حسرتي على اللي صار فينا. الله كريم، الله كريم يا عم عزي. ما في شدة بالدنيا، بكرة إن شاء الله بتفهم الحقيقة وبتطلع المحروسة بنتك من الحبس. لكن قليل اللي صار فينا يا أم هاشم، قليل. إيه شو بدي أحكي، بشكيهم لله كله من تحت راس بيت أم سليم وأبو عامر. ليش شو دخل أم سليم؟ مخلوقة الله يعينها، بنتها ماتت بليلة عرسها والتانية هربانة من عند جوزها، همها كبير وبكفيها يا أم عزه. يعني يا أم هاشي لو ما جوزوا بنتهم لأبو عامر اللي الله لا يشبعه كان صار اللي صار. أنت إنسانة مؤمنة واللي صار قضاء وقدر،
ورب العالمين إذا حب عبده بيبتلي ونعمة بالله. مزبوط كلامي. مشان هيك نحنا لازم ما نحمل على بعض ونحط إيدينا بإيدين بعض. شو قصدك أم هاشي؟ قصدي إنه ما نخلي العداوة والمشاكل تكبر بين رجالنا، لأنه نحنا منضل أهل أولاد حارة وحدة. ليش نحنا شو طالع بإيدنا يا أم هاشي؟ نحنا النسوان شو بيطلع بإيدنا؟ ما بيطلع بإيدنا شي، الكلام كله للرجال. الله يهدي البال ويرفع البلاء أحسن شي. آمين آمين يا رب العالمين. من تمك لأبواب السماء. لكن أنا بنتي يا أم هاشي، بنته لأبو عزه، يصير فيها هيك؟ ما بصير يا مختار، لازم أبو محمود يرجع يفتح الفرن تبعه. أبو راتب، نحن ما بنقدر نجبره، الفرن فرنه وهو حرفي. مزبوط، الفرن فرنه وهو حرفي، بس لازم يقدر وضع الناس. يعني معقول نضوع كل نهارنا حتى نجيب خبزاتنا من الحارة التانية؟ على كل حال نحن لازم نشوفه لأبو محمود ولازم نجيب المسايرة. ولك شنو التاني الله يعينه؟ أخته بالحبس والله كسرت له ظهره. لك هذا كله بسببه لأبو عامر. هلا كل شيء بسببه لأبو عامر؟ لك التاني الله يعينه، مرته بالحبس، شو ما يكون عرفانين يعني؟ هلا خلونا بقصة الفرن، شو رأيكم نروح على بيت أبو محمود ونقنعه يرجع يفتح الفرن مثل الأول؟ إيه أنا ما عندي مانع. إيه شو عليه؟ منروح دقوا الحديد هو حامي. شو عليه؟ وفرد مرة منروح على بيت أبو سليم ومخليه يرجع لحمامه. لك حاجة حابس لحاله بهالبيت التاني. ومشوف أبو عزبه، خلينا نخلص هالقصة بالمرة. إن شاء الله يا رب طلعتي قريبة. إن شاء الله يا أبو محمد. خير شو بكي؟ تشكي من شي؟ في وجع بقلبي كتير كبير يا أبو عامر. لا لا سلامة قلبك، شو اللي عم بوجعي؟ انت وجعي. انا؟ ايه انت. بشو واجعك كاملة؟ بشو واجعني؟ احكي لك، احكي لي حتى اطلب منك تسامحيني. طلق. طلق. كل ما سمعت طلق. طلقني وارتاح مني. لك شو جنيتي انتي؟ أنا ما جنيت، أنا هلأ صحيت. لك شو عم تخبصي أنت التاني لك كاملة؟ ليش لحتى طلقك؟ بكفي عندك نسوان تنتين، ولو فوزية مطرحي كنت حطيت لها أحسن محامي. أما أنا ما كلفت خاطرك تحط لي محامي دافع عني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك أنا كنت بدي أحب محامي، مين قال لك ما بدي أحب محامي؟ بس بعدين عرفت انه ابوك حاضر محامي، ما بتزبط اثنين. بعد شو؟ بعد ما ابيك صرف؟ الله يخلي لي اياه فوق راسي، لو لا كنت ضليتني هون منحوشه شهور وسنين كمان. لا تحكي هالحكي. انا هلا وبعدين مستعد ادفع اللي فوقي واللي تحتي، وما تضلي ليله وحده هون. لك والله مو هين علي تضلي بالحبس، اقسم بذات الله مو هين علي. بوس ايديك دمعه. طلق. طلقني وارتاح مني ومن هم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو يعني ابن عمي؟ كاملة. أنت راح بتضلي مرتي، ما حطلق، وهذا اللي عندي. لك الله يسلم اليدين. وإيديك حبيبي. مظهر؟ عيونه. لا تبيع البيت. ما بدك اياني بيهم؟ ليش بدك اياني بيهم؟ بدي اياك تخليه على حاله، لاني حبيته كثير. هذا البيت جمعنا انا وياك وستر علينا. وهو الك وراح يضل الك، وقت اللي بدك تيجي بتشوف فيه. بدي اسالك، لمين كان هذا البيت ومين كان ساكن فيه؟ ليش هالسؤال؟ لانه البيت مو بالحاره وعندكم مالكانات أكبر منه وبيوت أحلى منه. أكيد رح خبرك، بس مو هلأ. بس إن شاء الله هيك تجيبين صبي بيربى بيعزه وبيكبر ويتجوز، ويجيب لنا صبي بيربى بيعزه وبيكبر وبيتجوز وبيربى بيعز عزه. تعرف يعني ما لك ناوي تقلي؟ بلا كيف لك. قلت لك إمتى بس؟ إيه يا أبو محمود، هاي أنا وأبو جميل وأبو راتب جايين لعندك، وبتمنى انك ما تردنا خايبين.
والله جايتكم غالية وكبيرة يا رجال، بس أنا يعني. بس شو يا أبو حمود؟ لإمتى بتضلك حابس حالك بهالبيت؟ لإمتى؟ لحتى تطلع أختي من الحبس وتثبت براءتها، لأنه والله ما لي عين أطلع برجال الحارة. لا يا أبو محمود لا، أنت معروف مين أنت؟ وما حدا من أهل الحارة لا كبيرة ولا صغيرة بيطلع له يتطلع بوشك تطلع وحدي. الله يجبر بخاطرك يا عمي أبو جميل، بس أنا من البيت ماني طالع، والفرن ما رح أفتحه. شي شو هالحكي يا أبو محمود؟ إيه لا إيه ما بيصير. الله يوفقك مختار، تركني بهمي. ها يا أبو محمود اسمع مني، همك هو همنا. لا سيدي مو مزبوط، نحن رجال الحارة مو حاسين ببعض. لو كنا حاسين ببعض ما كنتوا تركتوا أبو عامر يحبسها لأختي. لك نحن من أيمتى منشتكي على حريم؟ والله كلامك مزبوط يا أبو محمود. لك يا ريت وقتلني وما سواها. المكتوب ما منه مهروب يا أبو محمود، والشي صار بكرة بإذن الله أختك تطلع من الحبس وبتثبت براءتها إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدي. المهم إمتى بدك تفتح الفرن؟ أهل الحارة ضاجوا، عم يروحوا على فرن الحارة الثانية لحتى يشتروا الخبز. عمي أنا الفرن ما راح أفتحه، وغير هذا الكلام ما عندي. منيح هيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليش جاي كداس؟ شو بدك؟ يعني ليش جاي؟ ما بتعرفي يا فوزية؟ لا ما بعرف ليش. مشان المصاري اللي وعدتيني فيه. يو أنا مصاري؟ ثلاث دهبات. مين قال لك إنه أنا معي ثلاث بطيخات؟ منين بدي أجيب لك ياهن؟ من جرة الذهب يلي مخبيه أبو عامر عندك. إيه بس أبو عامر ما مخلي معي مصاري، كل المصاري معه. هذا مو شرمي. بس يا كنداس عم اقول لك ما معي. ما بعرف، بدك تدبري راسك فوزيه. كيف يعني بدي دبر راسي؟ ما صار لي حصه مأمنت لك مصاري. شو يعني؟ واذا مأمنتي لي مصاري شو بيفرخوا بجيبتي انا المصاري؟ بدهم يخلصوا وبيضلوا معي كل العمر. وانا ما معي. هيك لك بحل لك كلمتين حتى ينحلق ابنك. ايش كان ما بتدبري لي مصاري رح احرمك من ابنك عامر، وبتعرفي اني بدير. اوعى يا كنداس، اوعى تعمل هيك. عملي اوعى. لك أن حركي لي حالك ودبرينا. يلا خلص ماشي، رح أحاول أن أدبر لك ياهم، بس اترك عمر بحاله ولا تقرب عليه. ماشي بخاطرك، سلميلي على عامي. لك الله علي يوفقك. الله يخلصني منك يا رب، الله يخلصني منك. أبو محمود من يومه نزل عالاته جوزتين بخرج، صعب التفاهم معه. بحاكي يمين بجيبك شمال، بتحاكي شمال بجيبك يمين. دق المي هي مي. لك روي عليه، روي عليه يا أبو راتب، الله يرضى عليك. يا جماعة نحن كمان ما لازم نلومه لأنه اللي صار معه أي مو قليل. إيه بس نحن لازم نصلح الأمور يا مختار. وشو مشان أبو سليم؟ أخي أبو سليم رحت لعنده المرة الماضية، والتاني كمان ما لازم نلومه. أنا برأيي إنه نتركهم على راحتهم، هو وأبو عزة لحالهم بيلتفتوا وراء أرزاقهم لما بتنحل شغلتهم. هيك رأيك يا مختار؟ إيه هيك رأيي، لأنه كل واحد فيه له أجره. بعدين يا ريت تقول للي كان السبب يروح لعندهم ويصلح اللي خربه. مين قصدك يا مختار؟ قصدي أبو عامر، هو اللي لازم يروح ويعتذر منهم ويقنعوا إنه يتركوا بيوتهم، مو نحنا. والله في وجهة نظر. أحسن ما كل واحد يفشلنا ويطالعنا بالخزوة. تصطف له عمي، بس هذا مو لمصلحة الحارة، مو لمصلحتنا يا رجال. وما هو هذا الشغل؟ بصراحة بدي فوت على حارة لأنه في كم واحد من عند مني هرب وفاتوا عليها. بدي فوت حاسبهم وحاسب اللي ساعدهم.
تعني خانوك؟ ايه سيدي، خانوني وابو الرجا ما بينام على خيانه. واي حاره هذه التي خانوك فيها؟ حاره القصب سيدي، حاره القصب. حاره القصب. لهيك سيدي بدي اياكم تكفوا عين لما فوت لعندهم واحسب الله ما خلقهم. وما هو نوع السلاح الذي تريد أن تدخل عليهم به؟ سيدي بدي 5 بواريد مع 1000 طلقة وبدي رشاش متر اللوز. لا لا، رشاش متر اللوز لا. يا سيدي لا، لا يوجد عندنا. يعني ما عندكم واحد تعيرونا إياه؟ لا أبدا. ايوه طيب طيب سيدي، طيب ماشي الحال. وشوف شان 5 بواريد وال1000 طلقة. طمني يا استاذ، ان شاء الله مشي الحال مشان اخلاء السبيل. لا والله يا ابو عزه ما مشي الحال. اوف ليش بقى؟ القاضي ما وافق على اخلاء السبيل لانه الشبهات والدلائل كلها لساتها ضد كامله. وعم على القصه؟ اي والله هذا اللي صار معي. طيب شو يعني؟ يعني بس يصير عنا مشتبه واحد غير كاملة والأدلة تصير ضده، ساعتها بقدم إخلاء سبيل تاني وإن شاء الله بيتوافق عليه. والقاضي بيوافق عليه؟ بهالحالة أكيد رح يوافق عليه. معناتها بالوقت الحاضر ما استفدنا شيء. لا تقطع الأمل عمي، أنا رح أقدم له إخلاء سبيل تاني وإن شاء الله بيوافق عليه القاضي. يا سيدي الله يعطيك العافية، عم نعزمك معنا يا أستاذ. ولو يا عمي واجبي هاد، بعدين إن شاء الله الأمور ماشية لصالحنا. بشير أفندي عم يهتم بموضوع التحقيق وعم يحقق مع كل حدا بيشتبه فيه له علاقة بقتل زهرية. بشير أفندي رجال رجال وزكرت مثل أبوه الله يرحمه. إيه والله الله يرحمه. يلا يا جماعة الخير اسمحوا لنا، معيتك خذنا طريق. إيه بأمرك. يلا يلا أساس. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامة. يلا يلا. مع السلامة. لك ليش ما قلت لي انه ابو عامر حبس المستورة اختك يا عدلي؟ ليش؟ لك ليش انا سكتت له؟ رحت عند المختار وهددته، قلت له ايش كان ما بتطلع المخلوقة من السجن، راح اقول له بالحارة فوقاني تحتاني. والمختار يلي طالعها؟ ايه المختار يلي طالعها. بس امتى؟ بعد ما كنت بدي طالع روحه لابو عامر. شايف لك هذا ابو عامر مو مصلي على النبي بنوب، وبده يحط كل نسوان الحارة بالحبس لحتى يطلع مرته من القلعة. الله لا يوفقه. الشيء اللي شفته عند القاضي ما بيبشر بالخير بنوب يا ابي. شو شفت لك ابني؟ شو شفت؟ بينت التهمة لزقاني باختي ما رح تحل عنا لجيب اخرتها. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. مسكين مسكين هالكلب، ما تستاهل. لا والله ما تستاهل. السلاح الرشاش ممنوع على العرب، وأنا أخشى أن يخوننا أبو الرجاء ويقاتلنا به. وأنا معك سيدي. أبو الرجاء يعتقد أننا سنعطيه كل ما يطلب. غبي ذكي، وأنا لا أثق به أبدا. وهل ستعطيه السلاح والرصاص سيدي؟ ليس كل ما يطلب. أرسل له 10 بنادق وصندوقين ذخيرة، وعده بأننا سنعطيه كل ما يريد بعد أن نرى ما سيفعله بحالة القصر. حاضر سيدي. شو بدك مطيعة؟
بدي احكي معك. مشان شو؟ شو كان بده منك؟ مينو هاد؟ وعن مين بتقصدي ولا مطيعة؟ بقصد عن كداس يا فوزية. كداس؟ وشو بو كداس؟ أنا سمعت يا فوزية كل الكلام يلي حكيتوه على باب زقاق. ولي مطيعة؟ عم تتنصتي علي؟ الله يسامحك، أنا ما تنصت عليكي، بس صوتك كان عالي ومسموع لنص البيت. شهيرة خانم سمعت شي؟ لا اطمني، كانت بأوضتها وما سمعت شي. وشو سمعتي انت بقى؟ سمعت انه بده منك مصاري، بس ليش عم يهددك فيهم؟ ايه بس المصاري مو لإله. يوه، لكن لمين بده المصاري؟ المصاري لعمتي، لأنه أنا كل فترة وفترة ببعت لها شوية مصاري مصروف، يعني بتعرفي هي مرة مسكينة خطي. ايوة قلتي لي خطي، وليش يعني ابنها ما يصرف عليها؟ مو هو ابنها ومجبور فيها؟ لك هذا كداس الله لا يوفقه، الله وكيلك، الله وكيلك يا موتي، برغوت واحد برغوتها ما بيعطيها من شغله. أنا خايفة على ابنك عامر. يو عامر؟ ليش شو دخل عامر بالموضوع؟ لك لا يقوم يأذيه. شنو ما سمعتي لما قال لك إذا ما جبتي لي المصاري بيحرمك منه؟ ما بعرف أنا ما انتبهت على هالحكي. يو لك لا يقوم يأذيه أو يعمل له شي عملة. ما بيجوز هيك، لازم تخبري ابن عمي بكل شي صار. لا يو شو قل له لابن عمي؟ لا بس يا فوزية. لك لا تخافي، هذا كداس من يوم يومه مثل الكلب، يعني بيضل يعوي يعوي على الفاضي، يعني بيضله كلامه بس. يعني ما رح يأذي لعامر؟ لك كيف يعني يأذي عامر؟ إيه والله والله بطلع جوزة حلقه بإيدي. بس هو يا مطيعة، هو لما بيكون عم بيلعب قمار وبيخسر بجن، ما بعرف يعني بصير يخبص، ومشان هيك بصير يخوفني مشان أنا أعطيه مصاري. إيوة يعني ما رح تقولي لأبو عامر؟ لا أيو أكيد ما رح أقله. يا مطيعة أنا ما بدي أشغل له باله لابن عمي بشغلات فاضية. بعدين هو بيعرف إنه أنا عم بعطي له كداس مصاري، وبيعرف كمان إنه كداس عم يلعب قمار. إيوة هيك لك. إيه تعرفي مطيعة، أنا فرحانة من جوا 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 صمصوم قلبي، لأنه أنا كنت مفكرتك إنه أنت ما بتحبي لابني عامر، بس طلعتي بالعكس بتحبي وبتخافي عليه. الله يسامحك، معقول يعني ما أحبه؟ الله يشهد علي اني بحبه كنه ابني. تقبري قلبي يا مطيعة. لا بعيد الشر عنك. وانتي كمان، وانتي كمان بعيد الشر عن قلبك، وان شاء الله يا رب بحياتك بحياتك وزمانك ما بتشوفي شر. تسلمي لي يا فوزية. بس مطيعة مشان الشيء اللي صار انا ما بدي حدا يدري فيه، لانه انتي شايفة البيت يعني اللي فينا مكفينا. ايه والله معك حق يا فوزية، يلي فينا مكفينا. تقبري قلبي يا مطيعة، بتعرفي شغلي انتي كبرتي بعيني هلقد، ومن هون وطالع ما بقى خليكي تشتغلي ولا شغلي لحالك، رح ساعدك بشغل البيت كله يا دو. ايوة شو لوين رايحة؟ رايحة كمل الطبخة. تقبريني شنو هلأ اذا اجا ابو عامر وما لقاني مجهزت له الاكل بتعرفي قديش بيزعل؟ يو تقبري قلبي يا مطيعة، شو انك حنونة ورايقة ودائما بتخدمي لابن عمي من كل قلبك. يلا يلا قوام، الله يرضى عليكي، تعي ساعديني مشان تتغدي معنا كمان. يلا قوام. ايه يلا لاحقتك لاحقتك. طيور
عمي. شوفي، تعرف انه انا بشك انه ام عدلي وبناتها بيعرفوا مطرح بنتك فكريه؟ شي شو اللي خلاك تشكي فيهم مره ثانيه؟ ما بعرف، بس لما جبنا سيره فكريه الكل انقلبوا فوقاني تحتاني، اكيد بيعرفوا شي عنها. لك انت ما حسنتي تعرفي منهم كل شيء؟ ما حسنتي لكم سليم؟ صدقني ابن عمي حاول، بس هن ما رضوا يحكوا وعملوا حالهم ما بيعرفوا شيء. لك ليش حتى ما يحكوا وين قربي؟ انا خايفه يا ابن عمي يكونوا مخبينا عندهم او بيعرفوا محلها وخايفين يقولونا. شو الحكي؟ لك معقوله؟ معقول، ليش لا ابن عمي؟ هي ام عدلي وبناتها مالهم امان، وكل نسوان الحاره لا بيفوتوا لعندهم ولا بيزوروهم ولا حدا بيستقبلهم عندهم. يا ربي دخيلك، لك هي شلون بدنا نحلها؟ شلون بدنا نعرف ايش كانوا بيعرفوا شيء عن فكريه او لا؟ لك مين بيمون عليهم؟ مالك غير الكركون. مشان شو الكركون؟ رئيس الكركون بيخليهم يعترفوا غصبا عنه. لا عمي لا لا، بدك كان يشتكي على الحري. يا ابن عمي، اذا كبير الحاره اشتكى على بنتهم عدليه وجرجر على الحبوس مشان يعرف الحقيقه، وقفت عليك انت؟ هيك قلتيك؟ ايه ابن عمي، روح اعمل اللي عم قلك عليه وشوفهم شلون رح يعترفوا وين متخبيه فكريه، وخاصه هي افتكار اللي رايحه جايه سري مري لعن فكريه، وبتاخد منا مصاري وبتستعر فساتينا. تيني اسمها افتكار؟ ايه افتكار. ماشي، رايح لعند رئيس الكركون، وما حدا احسن من حدا. المهم اعرف مصروف دربي وين هربت، وهلا رايح على الحاري. الله يقويك ابن عمي، ورجع قال لي شو بصير معك. لك وين بدي روح؟ لك اللي عيني تفتت بالحاره انا، اللي عيني تفتت بالحاره. الله ييسر لك ويوجه لك الخير. هيك بتقلعيني يا ام عدلي، اذا ما بشرشحك بالحاره انت وبناتك ما بكون ام سليم. معلم، صرفته لغريب من الشغل شنو اليوم عرسه. ايوه، وين راح؟ راح على الحمام. الله يستر عليه هون ويوفقهم. امين يا رب. رحت على البيت شفتهم شو بدهم؟ ايه، وشفت لهم كل شيء بدهم اياه. الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. يعني شو بدك مني يا ابو سليم؟ اطلع انا وعناصر الكركون دور لك على بنتك الهربانه؟ لا اعوذ بالله، انا ما قلت هيك يا بشير افندي، ما قلت هيك. لك شو المطلوب مني يعني؟ بشير افندي، انا بعرف ناس بيعرفوا وين بتخبي بنتي فكريه ومتسترين عليها. الله يوفق، سودت لي وشي قدام العالم. وليش يتستروا عليها بقى؟ والله ما بعرف، هذا حضرتك بقى تعرفه. ومين هذول الناس؟ بيت معدي بشير افندي. ام عدلي كمان؟ ام عدلي وبناتها بشير افندي بيعرفوا وين بتخبي بنتي، وخصت نص بنتهم افتكار. وليش بقى خصت نص افتكار؟ شنو هي اللي كانت فايته طالعه لعندها، وفي وحده حال بيناتهم وفي اخذ وعطاء. يعني انت بتشك انه افتكار بتعرف وين متخبي بنتك؟ انا ما بشك بشير افندي، انا متاكد. حتى حرمتي لما بعطل عندهم مشان تتفاهم هي وياهم الرواق، قلعوها هانوها وقلعوها من بيتهم. شو هالحكي؟ قلعوها؟ ايه قلعوها. هي بدل ما يسروا علينا قدام الخلايا بدهم يفضحونا بين الناس يا رجل. هي بسيطة بسيطة. أنا بجيب هي، شو اسمها؟ قلت لي؟ افتكار بشير أفندي، افتكار. خلص، أنا بجيب افتكار وبستجوبها. كتر خيرك. الله يجبر بخاطرك يا بشير أفندي، الله يجبر بخاطرك. يا منى بشيخي. سلامتك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشو بده رئيس الكراكون هالمرة من اختي كمان؟ شو بيعرفني؟ كل مرة بدي اجي اخذ حدا بيسألني نفس السؤال، انا علي نفذ الاوامر وبس. هلا ترك نسوان الحارة كلياتها ولحقنا قلنا، العمى على هالمصيبة، والله شي ما بينحمي. هلا لا تنفخ لي قلبي وتوجع لي راسي، فوت جيب اختك وخلصني، امشي معي على الكراكون، العمى. طيب ماشي. العمى على هالمصيبة اللي حدفت علينا من كل قرنة. ايه قلت له رئيس الكركون.
ليت معدلي بيعرفوا وين بنتي وبتستفين عليها. شو عمل رئيس الكراكون؟ على حالي كله لو في بتروح بتجيب لي هي اللي اسمها ابتكار وتعلي معها. يشحطوا كل العيلة على الكراكون ويبهدلوهم بهدلة الكلاب، وخصوصي هي امهم العقرب اللي مأنزعة ما بعرف على شو. لك عم تقلعنا إلنا من بيتها؟ اب سليم ايميلي من سيرتهم، ايميلي الله يرضى عليك. المهم نعرف مقصوفة الرقبة وين هربت، ساعتها لكل حادث حديث. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عم نمسيني يا ربي دخيلك توصل لحالي أنا. يلي بعرفه إنك كنت صاحبة كتير مع فكرية. مظبوط سيدي، بس على الخفيف. على الخفيف. بس على حد علمي إنك كنت تستعيري منها تياب، تاخدي منها مصاري. يعني في بيناتكم وحدة حال. وين المشكلة سيدي؟ يعني ممنوع إنه الجيران يكونوا صحبة؟ ممنوع إنه يحبوا بعضهم البعض؟ لا بالعكس. تفضلوا. عدل. يا ريت كل الجيران يحبوا بعض مثل فكرية وافتكار. معناها وين المشكلة سيدي؟ ليش مستدعي هلأتي؟ لحتى تقلي وين متخبية فكرية. والله العظيم يا سيدي إني ما بعرف وينها. والله العظيم. معقول هالحكي؟ كل هالرفقة والمحبة وما قلت لك وين رايحة؟ الله وكيلك يا سيدي ما بعرف، صدقني إني ما بعرف. طيب. ما قلت لك قبل ما تهرب ولا تروح؟ أعوذ بالله يا سيدي، بحياة عمرها فكرية ما جابت هيك سيرة، ولا قالت إنه بدها تهرب من بيت جوزها الله يرحمه. بتعرفي يا افتكار، إذا بدري إنك عم تتستري عليها شو بساوي؟ شو بدك تساوي سيدي؟ بالقلعة في سجن، بحولك عليها. لك احكي وخلصيني. إذا بتعرفي تضربي منك لقلها لساعة اللي سكنت فيها نحن، لك احكي. والله العظيم يا أخي ما بعرف شي، ورحمة أبي تحت ترابه إني ما بعرف شي. شو عليه؟ لا تحكي، بس أنا اللي عندي قلتها. طيب شو يعني سيدي؟ يعني رح بتضل أختي هون؟ لا، خدها معك. الله يخلينا ياك يا سيدي، الله يطولنا عمرك. افتكار، نحن لسه ما خلصناها. ايوه، شلون سيدي يعني لسه ما خلصناها؟ يعني أنا فاتح تحقيق بصة فكرية، يلي بتستر عليها بنال عقابه. ايه سيدي، حاضر، يلي بتستر عليها بنال عقابه. يلا، الله معكم. الله يخلينا ياك، يلا قدامي ولي، تضربي أنت واللي باع أبوكي بهي الحارة، العي! ما بتخلص مشاكلكم، الله لا يوفقكم.